ورجع لكم مرة تاني النهاردة مع مشروع جديد. النهاردة احنا عايزين نعرف ازاي نوصل الى LCD بنستعملها في كتير من المشاريع بتاعتنا، فخليكم معانا وخلينا نشوف. اهلا بيكم ورجعنا لكم مرة تاني. احنا النهاردة عايزين نشوف ازاي هنوصل الـ LCD. خلينا نشوف كده هي بتشتغل. طيب الـ LCD بتاعتنا احنا عندنا سؤال مهم جدا، ازاي هنوصلها، يا ترى بارل ولا سيريال؟ والنهاردة عايزين نعرف اجابة السؤال ده. بس خلينا اول نفهم ايه الفرق بين بارل وسيريال. شيل دي كده هنا. بص يا سيدي، لازم الاول تفهم ايه الفرق بين السيريال والبارل قبل ما تشتغل. ببساطة جدا خلينا كده اقولك ان انت عندك كلمة مثلا مكونة من 4 حروف، مثلا وليكن مينا، تمام؟ احنا عندنا دلوقتي 4 حروف محتاجين نبعتهم. ال4 حروف بتاعتنا دول مرة هنجرب نبعتهم مرة برل ومرة هنجرب نبعتهم سيريال. هنشوف هنا برضو تاني، تمام. الفرق في البارل ان انت عندك بيكون عندك اسلاك كتير جنب بعض، واول ما بتاخد الكوماند بمجرد ما بتدوس على الزر على طول بنلاقي الداتا اتنقلت من فوق لتحت، تمام. طبعا الموضوع ده كويس جدا بالنسبه لسرعه الداتا، بالنسبه لسرعه البيانات، فاحنا محتاجين البارل. عشان كده مثلا بنشوف الكمبيوتر يقول لك الباص بتاع المذر كام. الباص بتاع المذر بورد ده يعني كميه الداتا اللي بتتنقل مع بعض، اوكي. طب على النقيض عندنا هنا سيريال، لا السيريال عباره عن بيكون عندنا سلك وبننقل عليه حرف حرف. اول ما هتدوس اول دوسه هننقل مثلا حرف الام، الدوسه الثانيه هندوس ننقل الاي، ندوس مره كمان ننقل الاي، مره كمان، تمام. احتاجنا 4 كلوك، اوكي. الدوسه دي اسمها كلوك في السيستم. هنا احتاجنا كام كلوك؟ احتاجنا كلوك واحدة بس. يبقى هنا طبعا الدنيا اسرع كتير جدا، الدنيا اسهل، مرة واحدة دوسنا كل الداتا نزلت. طيب لو احنا عايزين مثلا ننقل كلمة طويلة جدا، مثلا زي الاسم الشانل بتاعنا مينا اوسم بروجكت، فاحنا دي كلمة كبيرة جدا، عشان ننقلها اساسا هنحتاج باص كبير، تمام. وهنا اللي هيحدنا بقى السرعة بتاعت او الحجم بتاع الباص بتاعنا. هنا مثلا لو الباص بتاعي 4 كلمات فاحتاج انقل مينا وبعد كده اخد 4 كلمات تاني، 4 حروف تاني، واربع حروف تاني، وهكذا. لو انا عملت ده هنا هحتاج وقت اطول بكتير جدا. يبقى هنا احنا عندنا مشكله ان احنا بنتاخر في الوقت لما بنبعت الحاجه سيريال، تمام. هنا الدنيا اسرع. هنا يبقى هنا عندنا التايم كبير جدا، اوكي. طيب هنا عندنا التي، التايم برضو صغير، تمام. هنا عندنا التكلفة أو تكلفة السيستم أو الإمكانية عشان أعمله. في البارل هنا هحتاج إن أنا أجيب وايرز كتير، مثلا هقول مثلا الكوست هنا عالية، تمام. طب لو هنا قلنا الكوست، تمام، قليلة. يبقى دي ميزة ودي عيب، أو دي الميزات ودي العيوب في السيستم بتاعنا. فاحنا لازم قبل ما نعمل أي سيستم لازم نسأل السؤال المهم جدا، هل انا محتاج السيستم بتاعي ده يكون التكلفه بتاعته قد ايه، انا محتاج فيه سرعه قد ايه، وعلى حسب الحاجات دي انا هبدا احدد يا ترى استعمل البارل كونكشن في السيستم بتاعي ولا استعمل السيريال كونكشن، تمام. خلينا دلوقتي نشوف مقارنه سريعه بين الاثنين. نبدا الاول نشوف الداتابيز بتاعتنا بتاعه ال LCD. هنا انا بستعمل ال LCD 20x4 دي اللي انا بستعملها، ويعني نفس الكود، نفس كل حاجه، نفس الاستعمال هيكون بالنسبه ل 16x2، بس انا بفضل 20x4 بتكون افضل الاستعمالات اكتر. خلينا نشوف محتاجين كام بين. لو بصينا كده اهو هنا هنلاقي ان احنا محتاجين بين من 1 ل 18 بين، تمام. يبقى احنا عندنا 18 بن محتاجين نوصله. اول حاجه بيكون عندنا الجراوند والفي دي دي الفولت بتاعنا، الكونتراست
يبقى احنا عندنا الجراوند والفي دي والكونتراست اللي بنظبط بيها الاضاءه بتاعتنا. بعد كده عندنا الريجستر اللي احنا بنسلكت بيه هل احنا محتاجين نكتب ادرس العنوان اللي احنا هنبعت فيه على الشاشه بتاعتنا ولا احنا محتاجين نبعت داتا. انت خلي بالك في حاجه مهمه جدا، ارجع معايا كده هنا تاني. بص في حاجة مهمة، احنا دايما محتاجين نبعت حاجتين، محتاجين نبعت العنوان اللي انا هكتب فيه وكمان الحرف او الرقم او السيمبل زي ما انت عايز. يعني مثلا انا حاطط علامة استفهام، فلازم اقول له ان علامة الاستفهام دي هتكون، احنا عندنا الصف الاول الثاني الثالث الرابع، وهتكون في الخانة رقم 20، تمام؟ فانا محتاج اقول له العلامة دي هتكون في المكان ده. مثلا حرف الام هنا محتاج اقول له ان المكان ده هيكون في الصف الاولاني العمود الاولاني. يبقى انا كده بالاول ادي له الادرس، ادي له العنوان اللي هكتب فيه، وبعدين ادي له اللي محتاج يكتبه. هنرجع مره ثانيه، تمام. بعد كده عندنا الريد او رايت سيجنال. في الغالب احنا عندنا ال سي دي بتاعتنا اكيد انت دايما هتكون بترايت عليها، يعني قليل جدا الناس اللي هتستعملها ريد، يعني تقريبا زيرو. بعد كده عندنا الانيبل، احنا لما بنديها هاي معناها كده الشاشه بتاعتنا شغاله. بعد كده عندنا من دي 0 لدي 7 دول الداتا، يبقى انا كده ممكن انقل في الشاشه دي 8 بت مع بعض، 8 بت ان وان ستيب، تمام. هنا كده نكبر شويه، يبقى احنا محتاجين، يبقى احنا ممكن ننقل 8 بت مع بعض مره واحده، اوكي. بعد كده عندنا الباور سبلاي كاسود وانود، دول برضو لازم نوصلهم، دي ال 4 فولت ودي ال 0 فولت. خليني اقول لك الكسود ب 0 فولت. خليني اقول لك ملاحظه هنا، هنا الانود ده 4.2 فولت ما يقلش، يعني لو قليت مش هشتغل. عندنا هنا من 3 ل 5. طب انت لو مثلا وصلت 3.3 فولت في الفي دي دي وفي الكاسود تحت، او في سوري في الانود، لا الشاشه مش هتشتغل. انت لازم يكون عندك 5 او فوق 4.2. احنا دايما يعني الكومن الناس بتستعمل 5 فولت عشان توصل فوق وتحت والدنيا تكون معاها كويسه جدا، تمام. طيب يبقى انا لو سالتك الباص بتاع الشاشه بتاعتي دي هتقول لي الباص بتاعي 8 نقط، تمام. يبقى انا الباص بتاعي انا ممكن انقل 8 حروف مع بعض يتنقلوا مره واحده، جميل جميل. خلينا بقى نشوف الفرق في التوصيل. هنا احنا عشان نوصلها، يعني نعمل كده نكبر شويه، احنا عشان نوصل ده في الاردوينو محتاجين نوصل كام بن؟ محتاجين الفي سي وجراوند، دول مالناش دعوه بيهم. محتاجين نوصل الريجستر ده لازم، والانيبل بن، دول الاثنين دول لازم. يبقى كده عندنا 2 بنز. ولو احنا قلنا هننقل 4 كاركتر 4 كاركتر، يعني ننقل 4 اللي هو مثلا 0101، يعني خلينا نقول مثلا هنا نكتب لك مثال، هننقل حرف الاي بالاسك تيبل، حرف الاي في الكمبيوتر بيفهمه اللي هو 1000010 في الاخر، فده بالنسبه للكمبيوتر ده يعتبر حرف الاي، تمام. يبقى احنا كده نقلنا حرف الاي. قول اقل حاجه ممكن نستعملها فيها ان احنا نستعمل 4 بنز، نقل 4 يعني 4 بوينت او 4 زيروز وانز مع بعض ان سيكونس. فدي احنا كده محتاجين 4 هنا، ومحتاجين انيبل 5، ومحتاجين ريجستر، يبقى محتاجين 6 اطراف من الاردوينو، ده اقل حاجه ممكن نستعملها، تمام. الطريقه الثانيه اللي احنا ممكن نعمل بيها الموضوع ده هي الطريقه اللي هي الاي تو سي. احنا بنجيب كونفرتر هنا بنلاقيه في عند بتوع الكترونكس اسمه اي تو سي، جايبه لك هنا حوار الكسر وكل حاجه. ده بنستعمل فيه الفي سي وجراوند، دول كومن في الاثنين مفيش اختلاف. هنا بنستعمل النوع كونكشن اللي هو اسمه اي تي سي كونكشن، اي تي سي بروتوكول. البروتوكول ده عباره عن ايه؟ ان احنا بننقل الداتا على لاين وبننقل الكلوك على لاين تاني. ارجع معايا تاني كده، خليني اقول لك حاجه مختصره على الاي تي سي. بص يا سيدي، الاي تي سي بنستعمله هو بيكون سيريال، جميل. عباره عن ايه؟ عباره عن بيكون تو خط تو لاينز، تمام. بيكون في ناحيه في عندنا ماستر، تمام، وبعد كده بيكون عندنا سليف. مثلا هنا عندنا السكرين،
هنا الاردوينو، تمام. يبقى بمجرد ما الماستر يبعت الادرس يكلم العنوان بتاع السكرين يقول لها انا عايز ابعت لك الداتا، هتبدا السكرين تستعد ويبدا هو يبعت الداتا. طب هل ممكن السكرين تكون ماستر؟ اه ممكن. الاي تو سي بروتوكول كمختصر، مش هنخش في تفاصيله دلوقتي، الاي تو سي بروتوكول ممكن يكون فيه اكتر من ماستر، يعني ممكن يكون هنا عندنا ماستر تاني وممكن يكون فيه اكتر من سليف، تمام. ممكن توصل عدد كتير من نوتس في، طبعا هو ابطا شويه لان احنا شغالين يعتبر سيريال دلوقتي نقطه ورا نقطه، بس في المقارنه ان احنا عندنا ممكن نوصل بوينتس كتير بنفس التواير، يعني ممكن نوصل مثلا ال سي دي، ممكن توصل سكرين تاني، هنشوف ازاي احنا ممكن نوصل اكتر من سكرين دلوقتي. كل ده بالاي تو سي بالتواير. ده اختصار. نرجع مره تاني كده، تمام. رجعنا مره تاني، خلينا نشوف كده ملخص للفرق بين الاثنين. طبعا لو قلنا البارلل سبيد بتاعتنا اسرع عكس السيريال ابطا، اقل عدد من البنز محتاجينه بالنسبه للبار كونكشن بالنسبه لنفس ال سي دي نفس الديفايس، احنا مش بنتكلم هنا عن بنقارن بين حاجتين مختلفين، لا نفس الشاشه. هنا اقل حاجه ممكن استعملها 6، اعلى حاجه هنا في السيريال هيكون الطرفين بس. طبعا الكومبلست هنا عاليه، ليه؟ لان احنا محتاجين بقى في عندك اكتر من بن محتاج توصلهم صح، محتاج دايما تشغل انيبل، محتاج تدي العنوان بتاع الريجستر، الموضوع في تفاصيل كتير. ورغم ان يعني لو عملتها مره اتنين هتلاقي الموضوع بسيط يعني، بس انا مفضلهوش. السيريال مفيش كومبلست، الموضوع سهل جدا. النمبر اوف سكرين انت ممكن توصل هنا كام في البارل، كل ما هتوصل سكرين كل ما هتحتاج بنز جديده. هنا لا، احنا ممكن بنفس المديول اللي احنا اشتريناه نوصل 8 سكرين، تمام، على ده نفس المديول اللي احنا اشتريناه وبنفس التوايرز. وممكن بقى لو حابب تجيب يعني اجهزه تانية على نفس التوار بتجيب. الكود هنا كومبلكس شويه، هنا سيمبل. البريفيرد انا عن نفسي بريفير سيريال، البارل كل ما زاد كونكشن الناس مش بتفضله، غير لو انت محتاج السرعه عاليه، وطبعا احنا عندنا شاشه مش محتاجين سرعه مهوله يعني، لان احنا بننقل الحروف مش بننقل كميات بيانات عاليه زي الاتصالات او كده. الكوست هنا عندنا الكوست بتكون قليله، هنا الكوست بتاعتنا بتكون هاي، تمام. طيب خلينا نشوف ازاي ممكن نوصل اكتر من سكرين. نرجع مع بعض مره تاني، هنا الشاشه بتاعتنا، خلينا نعمل زوم ان شويه. تمام. طيب احنا شايفين في الشاشه هنا في عندنا 3 بوينت اللي هو A0 A1 A2، دول اللي هم عباره عن ادرس. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لو خليتهم كلهم صفار مش متوصلين، الادرس بتاع الشاشه دي بيكون حوالي 27. انا هنا مثلا اقفل نقطه عشان كنت موصل اكتر من شاشه، فاقفل النقطه A2 اهي باينه قدامنا هنا، هي دي، تمام. فانا كنت قافل A2 فالادرس بتاع الشاشه دي اتغير بقى 23، وهكذا. انت ممكن توصل اكتر من نقطه مع بعض واكتر من شاشه لغايه 8 شاشات ماكسيموم 8 شاشات. طب ليه احنا قلنا 8؟ خليني اقول لك ليه. بص خلينا نعمل زوم اوت كده، احنا ليه بنقول 8 شاشات؟ لان احنا عندنا 3 نقط 0 0 0، تمام. فاحنا عندنا 2 اس 0 و2 اس 1 و2 اس 2، تمام. ده 2 اس 0 هيكون 1 و2، وده 2 اس 2 هيكون 4. فالعدد بتاعنا هنا 7 ماكسيموم، فيبقى احنا عندنا من 0 لغايه 7، فاحنا عندنا 8 شاشات ممكن يتوصلوا مع بعض، مش هيكون عندنا اي مشاكل، تمام. عندنا هنا بعد كده دي اللي احنا بنحدد بيها اضاءه ضعيفه او قليله زي ما احنا عايزين، مش محتاجين بن زياده. خليني اوريك مثلا، خلينا نشوف الشاشه نزلت ولا ريست، تمام. خلينا نشوف شاشه الاضاءه كان متحكم فيها ازاي، شايف كده اهو كده، انا بزود الاضاءه كده، احنا بنقلل الاضاءه، تمام، لغايه ما نقللها خالص كانها طفت. اوكي خلينا نخليها كده وسط،
نعمل لها ريسيت. تمام، ده كده كان المشروع بتاع النهارده. احنا كنا محتاجين بس نشوف ازاي بنوصل الشاشه عشان ما نطولش عليكم. نشوف جزء تاني بقى ازاي نعملها بالبرنامج بتاعنا. واذا كنت على الفيسبوك ما تنساش شير، وتشير في الخير عشان تفيد اصحابك وتفيد غيرك. اما لو انت معانا على اليوتيوب فما تنساش سبسكرايب، وكمان ما تنساش الجرس معاك عشان لو عملنا حاجه جديده ممكن تشوفها. يلا نشوفكم على خير.